الأبواب الوهمية هي بتتكون من شكل القصر. هنلاقي فوق موجود عندنا شكل الكورنيشة، بعد كده بيبقى فيه شكل أفقي وشكل رأسي. بعد دي هنلاقي على طول في زي لوحة بيبقى فيها المتوفى جالس على كرسي، وقدامه الطاولة اللي بتقدم عليها الصدقات، وفوقيها على طول الأعداد اللي طالبها للصدقات. نحت المصري القديم الباب الوهمي في مقبرته مش بس عشان تكون البوابة بين العالم الآخر والحياة الدنيوية، نحتها عشان يقدر يتواصل عندها مع عالم الأحياء. وحنلاقي الأعداد المطلوبة من المؤن والقرابين متسجلة هنا في اللوحة، وغالباً بيتم تعداد القرابين برقم 1000، وهي علامة زهرة نبات البردي وبتتنطق خا. العطايا المطلوبة إلى الروح المتوفى 2000 من الطيور. هنلاقي هنا كرر الكاتب شكل زهرة نبات البردي مرتين علشان يعبر عن رقم 2000، وكان ممكن يكرر نفس علامة زهرة نبات البردي لحد 9 مرات علشان يعبر عن رقم 9000، لكن هنا هو كررها مرتين علشان يقول 2000 من الطيور، وراها 1000 من الثيران. بعديها هنلاقي علامتين لنوعين من الخبز، وهنا مطلوب 1000 من الخبز من النوع الأول و1000 من الخبز من النوع الآخر. بعديها 1000 من الشعير و1000 من الألباستر و1000 من القماش.